أرحب بضيفي من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد وايتس، وأيضا ينضم في هذه التغطية لي سيد ماريو أبو زيد الباحث في العلاقات الدولية من أوتاوا. دعني أبدأ معك سيد وايتس. إذا كما تابعنا قبل قليل آخر التطورات مع مراسلنا في العاصمة كييف، تحدث أن هناك تسلل لبعض الجنود الروس، إطلاق نار في العاصمة كييف، الوضع لربما يعني خطير حتى اللحظة. أود أن أخذ منك يعني التحليل من المنظور العسكري ببعد استراتيجي، ما الذي يحدث برأيك الآن في العاصمة كييف؟ Sure. So the Russians have chosen the most ambitious اختارت روسيا الاستراتيجية الأكثر طموحا حتى الآن فيما يتعلق بالأهداف التي وضعتها موسكو. موسكو تريد أن تفعل في أوكرانيا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بصدام حسين في العراق، وهذا يعني هزيمة الجيش الأوكراني واستبدال الحكومة الحالية بحكومة صديقة لروسيا، وبعد ذلك المحافظة على سيطرة معينة على الوضع الأمني في أوكرانيا. لكن الروس اعتقدوا أن العملية ستكون أسهل مما هي عليه في الوقت الراهن، وبالتالي استخدموا قوة محدودة نسبيا، واعتقدوا أن هذه القوة ستكون كافية لهزيمة الجيش الأوكراني، وأن الروس سوف يدعمون هذه العملية. وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بقوة ضخمة في العراق فعلته روسيا بقوة محدودة، وأيضا يعني كان هناك مرجعية فيما يتعلق بما جرى في أفغانستان، وبالتالي قرروا حاليا أن يستخدموا قوة عسكرية إضافية من أجل السيطرة على المدن من خلال دبابات وموارد وقدرات إضافية، وتمكنوا من أن يحاوطوا العاصمة كييف وأن يتمكنوا من الدخول من الجبهة الجنوبية من القرم، ويبدو أنهم مستعدون للقتال للسيطرة على كييف لأنهم لم يتمكنوا من أن يدفعوا الحكومة هناك للاستسلام. هل ترى سيد وايتس بأنه فعليا من المؤشرات والمعطيات بأن الجانب الأوكراني العسكري على الأقل يستطيع صد دعنا نقول ربما هذا التقدم الروسي ليس فقط في العاصمة كييف ولكن في المناطق الأخرى، لأن هناك تضارب في الأنباء ما تتحدث عنه يعني أو يتحدث عنه الجانب الأوكراني مقابل ما يتحدث عنه الجانب الروسي؟ هل نحن أمام حرب هنا دعنا نقول بأنها حرب إشاعات إنجاز التعبير؟ Well, في الواقع من دون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، يبدو أن القوات الأوكرانية تقاتل بشكل أفضل مما توقعه الروس، ولكن عددهم أقل من الروس، وبالتالي حتى ولو تمكن الأوكرانيون من تأمين عدد الدبابات نفسه وعدد الطائرات المقاتلة، سيكون ميزان القوة لصالح روسيا نظرا للآلاف من القدرات أو الدبابات الإضافية التي يمكن أن تأتي بها روسيا، وأيضا عدد الجنود. القوات الأوكرانية تقاتل بالمستوى نفسه كالروس، ولكن عدد الجنود الروس أكبر، وهذا ما يؤثر على المعادلة. ما لا نعرفه حتى الآن هو إذا ما كانت روسيا تخطط فعلا لاحتلال البلاد برمتها، أم أن الروس سيتوقفون عندما يسيطرون على كييف ويتوقفون هناك. ولكنني لا أتوقع أن يستسلم، لا أتوقع أن تستسلم القوات الأوكرانية بعد أيام من الآن. طيب
ولكن مع ذلك سيد وايتس، في ظل ما تتحدث عنه، ماذا عن الدعم الدولي المتمثل بدعم من قبل واشنطن، حديث أيضا عن دعم من قبل الجانب الأوروبي؟ هل سيكفي هذا الدعم لصمود الجيش الأوكراني برأيك؟ وهنا تطرح تساؤلات أيضا، كيف سيصل هذا الدعم إلى الجانب الأوكراني؟ Right. So the Western governments and their partners have وشركاءها أطلقوا تصريحات كثيرة من خلال الأمم المتحدة وبشكل فردي وأعلنوا عقوبات، ولكن ذلك غير كاف من أجل مساعدة الجيش الأوكراني. ما فعلوه كان ليساعد في الأيام والأشهر التي سبقت هذه الأيام، كان aircraft but at this point ولكن في المرحلة الحالية كل ما يتم إرساله قد لا يتمكن من الوصول إلى الوحدات الموجودة على الأرض. ليس هناك من مساحة آمنة للطائرات كي يتحط في أوكرانيا، وكييف محاصرة، والجيش الأوكراني يجب أن يقاتل بما لديه من موارد. هذا ما أعتقده، لأنه لن يتمكن من الحصول على الكثير من المعدات الإضافية.